أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرغ كل أمز حكيم أمرا من عندنا أمرا
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن بما كانوا يفعلون. اصنع الفلك ب
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن قال سآوي إذا جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بينهما الموت فكان من المغرقين
وطور السين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الفاتحة